الدول بتاعتنا من المحيط الخليج مبنية على فلسفة 4 أشخاص اتضربوا مع بعض في الخلاط وطلعوا لنا دولة غير حديثة. يعني فكرة توماس هوبس اللي شفناه الحلقة اللي فاتت يخليك توافق على سلطة مطلقة وتخاف من الثورة عشان الفوضى اللي ممكن تحصل. هنضرب بقى الفكر ده في الخلاط مع فكر إدمون بروك اللي بيشتغل زي المساكر. أصل الدين رأي ميكافيلي له تأثير مهم قوي على الناس، فحتى لو مرتبك التخيلي ده اتضاعف وبقى 3000 يورو فانت برضه مش هتعرف تبني بيه طرق عدلة ومستشفيات. ببساطة مرتبك مش هيعوض غياب دور الدولة. أفلاطون برضه كان رأيه كده، وكان شايف إن عامة الشعب ما ينفعش يختاروا حكامهم، وده لأنهم غير مؤهلين أصلاً إنه يعملوا ده، عشان هم مش فاهمين في السياسة، لأن هي حرف زي الطب والميكانيك. يعني لما بتكون عيان بتروح لدكتور، ولما بتكون بتعود تصلح عربيتك بتروح لميكانيك. اشمعنى السياسة يعني؟ كل الفلاسفة دول جزء صغير من فلاسفة كتير هنتكلم عنهم أكتر في الحلقات اللي جاية.